السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير صحة لاباس. ان شاء الله نديرو الحريشات زوينين حلوين للفطور او للغدا تاع الدراري. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. وهاد الحريشات هادو مهمين يكونوا عندنا في الدار، مزيانين يكونوا عندنا. الوغ تلقاو بعد ما نحطو في الطبلة. الوغ عندي هنا نص كيلو ديال السميدة رقيقة، نص كيلو ديال السميدة رقيقة. عندي كاس مخلط ما بين الزيت والزبدة، كاس مخلط ما بين الزيت والزبدة، كاس العنبة بالعبار ديال العنبة. عندي كاس ديال السنيدة، معلقة ديال لافاني. عندي جوج خمارات ديال 8 غرام، دونك هي 16 غرام. وعندي جوج معالق ديال الكاكاو، عندي بيضة، وعندي جوج معالق ديال الفيرميسيل، فيرميسيل الشوكولا. دونك اول حاجة غادي ندخل ديك الزبدة والزيت، ندخلهم مزيان في السميدة. يتشربوا مزيان داك الزبده والزيت، وغادي نخليهم واحد خمسة ديال الدقائق. نخليهم واحد خمسة تاع الدقائق ونتلاقاو. دابا نخدمهم مزيان ونخليهم خمسة دقائق ولا 10 دقائق يرتاحوا. قد ما خليتهم يرتاحوا في هاد السميده والزيت، فهاد الزبدة والزيت قدنا مزيان. هلا هكذا دابا غادي نخليهم يرتاحوا ونتلاقاو دابا شويه. دونك هنايا من بعد ما دازت خمسة اكثر واحد 8 تاع دقائق، دونك غادي نضيف جوج معالق، نضيف بعدا معلقة هذا كاس ديال السنيدة، كاس ديال السكر سنيدة. نضيف جوج معالق ديال الكاكاو المر، جوج معالق ديال الكاكاو المر. نضيف جوج خمارات، نضيف لافاني، ملعقة صغيرة ديال لافاني. دونك غنضيف بيضة، غنخلط هاد المقادير كلهم. تندمج لي الكاكاو مع ديك السميد، وغادي نبدا نعجن بالحليب تقريبا واحد نص سيترو. تقدر ما تهجش لي نص سيترو كامل على حساب السميده والجوده ديالها. دخلوا مزيان داك الكاكاو السميد، ما يبقاوش يبانوا لكم في السميد الحبيبات بيضين.
نحصلوا على خليط بحال هكذا ونبداو نعجنوا نخلطوا ولا نجمعوا بالسميد بالحليب. هانتوما انا عمرت كاس كبير، نقدر هذا الكاس كبير يجمع هدية. هانتوما ما كاملش واحد قياس كاس العنبة هنا، صافي ما غنزيدش قياس كاس ديال العنبه. هانتوما خليط مجموع ما غنزيد فيه حتى شي حاجه. دونك هنايا غادي ندير واحد قياس جوج معالق ديال الفيرميسيل، شعرية ديال الشكلاط، شعرية كحلة، وغادي نضيف القرقاع واحد معلقة أو جوج على حساب القياس اللي عندكم ديال القرقاع مهرس، إضافة لما عندوش ما يديروش. يبغى يدير اللوز يديرو كاوكاو. صافي دونك نخليها ترتاح واحد 5 دقائق اخرى وعاد نبداو نصوبو في الكويرات. دونك هنايا من بعد ما خليناها ارتاحت حتى 5 ديال الدقائق دونك غندير دي بول وغندوزهم في خليط ديال السميدة والكوك. انا غنشد السميدة والكوك غادي نخلطهم هكذا اللي عنده السميدة غليظة يدير السميدة غليظة تتجي باينة أكثر. إذا تعبروا لي بول عبروهم كدا. نحيد هادو هنا طوطاو والفران ديالي سخون على 180 درجة. الفارقين على بعضياتهم تحطوهمش ملاصقين.
دونك انا نكمل الخليط ونكمل الكويرات ديالي وغادي ندخلهم للفران على 180 درجه نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يخرجوا لنا. دونك هنايا من بعد ما كملت الحرشه ديالي كلها في التكوار دابا غنخشيها في الفران مسخن على 180 درجه ونطيبها ثلث ساعه ونتلاقاو ان شاء الله ملي تخرج لنا من الفران. الحرشه ديالنا ديال الشكلاط هي هذه، هانتوما شوفوا كيفاش تشهي ورائعه ومويلوز من الداخل. هانتوما شوفوا شوفوا كيفاش دايره فريمون رائعه، تنتمنى انكم تجربوها بصحه وراحه. شنو نقول لكم البنات؟ طوب ما كاين لا ريجيم لا والو، ندوقو مولاها ربي ياك. صحة وراحة.